فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة الحديث، يقول هل يقصد باليوم النهار والليل أم هو خاص بالنهار؟ يشمل اليوم والليلة، إذا قيل يوم يشمل اليوم وليلته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.